نبدا بقى نعمل الفطاير. فطاير سهله قوي، كانوا زمان كده ايه لما نتزنق قوي في الفطار كانت جدتي تقوم تعمل ايه بقى؟ دقيق وميه وملح وشويه زيت او كده، وتعملهم عجينه وتعمل فطاير كده صغيره جنب الجبن وجنب البيض الاومليت وشويه بطاطس محمره وجبنه بالطماطم والحاجات دي. هي نقول المقادير سهله وبسيطه، صح؟ لا عايز يعملها فيها خميره يعمل، مش عايز يعمل فيها خميره ما يعملش. طيب الفطاير المقليه عباره عن كوبايتين من الدقيق، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره ملح، نص معلقه توم باودر، بصل باودر، زعتر، وميه للعجن. حاجه بسيطه جدا جدا، مش محتاجه اساسا حتى العجان، لكن انا هعمل الشويه دول في العجان مفيش مشكله. احط كده الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. طالما في بيكنج باودر يحل المشكله يعني، وطبعا نقدر نقليها ونقدر ندهنها زيت وتخش الفرن عادي برضو مفيش مشكله. ادي كده الدقيق، وعندي اخد رشه ملح خفيفه من ده بما انها ذره يعني لا تسكر، وهنا بيكنج باودر، هحط الثوم والبصل الباودر تدي بس نكهه وطعم، والزعتر للي يحب، ممكن زعتر ممكن بردقوش اللي يعجب حضراتكم، عايزين من الاثنين ماشي، مش عايزين خالص بلاش. هقلبهم كده تقليبه، وهنزل ميه دافيه فتره يعني على العجينه عشان تبقى معايا ترتاح بسرعه وتديني نتيجه اسرع. بقى العجينه اهي لطيفه جدا وناعمه وطريه، هسيبها ترتاح بس ربع ساعه، عامله زي الفطير الايه الفطير اللي احنا بنعمله الشرقي اللي هو بيبقى زيت وميه ودقيق وزيت وميه وملح. بصوا اهي شايفين العجينه طريه وحلوه ازاي اهي، وسهله نعملها بقى زي السامبوسك وتتحشي جبن وتتحمر ماشي، نعملها زي الفطاير ممكن تبقى محشيه اي موتزاريلا او اي انواع جبن تانيه مش مشكله، ممكن تبقى ساده ونحط احنا عليها كده زي العيش وتتاكل روعه. خلاص اهو والعجين السهل وما خدتش وقت، بس هي تفتح 10 دقائق بس قبل ما نشتغل فيها. انا هبدا اشتغل فيها، احتاج شويه دقيق للفرد عشان افردها حلو، ممكن بقى نحشيها اي حاجه، نحشيها بقى جبنه كريمي، هجهز كمان الزيت على النار دلوقتي، وعايزه شويه دقيق يا حماده. هي تسلم ايدك ماشي ميرسي. العين بس شغاله، شوفها كده وعالي يا احمد. بصي هي مش بتلزق حتى في المردنه، بس برضو ايه بحب افرش على دقيق. ناخد النصايح حبايبي، اتفضل. عن الكبابه الصيني، بصوا بقى الكبابه الصيني دي عبقريه جدا في كل انواع اللحوم، يعني عايزه اقول لكم تصلح لكل انواع اللحوم وتمشي مع بعض انواع الفراخ، بس المشويه بتشيل الزفاره. هي ميزتها ليها ميزه، بتشيل الزفاره من الحاجات، والجنزبيل بقى بيدي طبعا طعم رائع وطعم حلو، في منه سبايسي شويه يعني مش سبايسي، لما بنزوده بيبقى فيه حراره سنه لازع سنه، لكن ما تكتروش منه لانه في ناس عندها الضغط بتتعب جدا من زياده موضوع الجنزبيل ده او القرفه. طيب القرفة طبعا احنا اتكلمنا عن انواعها في الحلقه الخاصه بالعطار، في عندنا الخشب اللي هي الكبيره المواسير الطحن تبقى خشب، والسيجار، السيجار دي دايما مشروبات عشان بس حضرتك تبقوا عارفين، كل واحده ليها تيست مختلف في الاكل فعلا يعني سبحان الله. بس كده ارجعوا ايه بقى، بصوا انا بفرد، عايزين مثلا نحشي بشويه زيتون وجبنه، انا ممكن بس عايزه اشوف بس الزيت يكون شغال، خليني احطه هنا، نار هنا اعلى شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام يسخن ونبدا نشتغل في الحشو. نقدر بقى الحشو ده ممكن تتقطع دواير كده لوحدها ويتحط، او مربع كده ويتحط عادي ويتحمر،
زي كده، ناخد الدايره الكبيره ممكن يبقى زي القطايف صغيره كده زي السمبوسه. خلي احمد يجيب السكينه بس كده، بصوا هتتفرد كده وهاخد منها جواها اي حشو انتوا عايزينه، وتتقفل زي السمبوسك عادي او تبقى كده دواير وتتحمر كده. انا بصوا عاملاها كده، بصوا دواير، عايزه اقول لكم لطيفه جدا حلوه قوي. مطريه وطعم الزعتر جوه. اوكي، عندنا كمان الفطاير الصغننه دي اللي بتتقلي بالزعتر، لطيفه جدا، او ممكن تحطوها في الفرن وتبقى فطاير في الفرن عادي جدا، او تبقى عيش صغير عادي برضو.